السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدين متابعين كدايرين، لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. مرحبا بكم معي في فيديو جديد. ان شاء الله هذا الفيديو غادي نقدم لكم الرايب بحال ديال المحلبات، يعني بطريقة سهلة بدون ماء ساخن، بدون طنجرة الضغط، بدون فرن، بلا حتى شي حاجة، كيريب بواحد الطريقة زوينة وصحية. المهم كما كتشوفوا هادو المكونات، عندنا اترو ديال الحليب، وعندنا واحد صاشي ديال فاني، ودانون ديال الفاني كما كتشوفوا اللي تيكون بحال هكا ما يكونش كريمي. وعندنا هنا سكر سنيده، انا سكر سنيده ما عنديش سنيده، درت هاد ثلاثه ديال الطوبات ديال السكر، تقريبا طوبه راه فيها معلقه كبيره، ثلاثه ديال المعالق، وتيبقى على حسب الذوق ديالكم. اول حاجه كنديرها كناخذ اترو ديال الحليب كما كتشوفوا، غادي نديرو في هاد الكاسرونه، وغادي نزيد ليه السكر ديالي، يعني ثلاثه ديال الطوبات اللي قلت لكم، نتوما الا عندكم سنيده ديروها. مباشره كندي فوق البوطه كما كتشوفون، ملي كندير الحليب ديالي فوق البوطه كنخليه تيطيب حتى كنحسوا به غادي يطلع وتنطفيو عليه، يعني ما تخليوش الحليب ديالكم حتى يفيض، فقط غتحسوا به انه قريب يطلع. كما كتشوفوا هو هنا قريب يطلع ليا، هنايا كنحس به غادي يطلع غادي نطفي عليه. هذه العمليه كنقوموا فيها بتعقيم الحليب ديالنا. ملي كنحيد الحليب فوق البوطه كما شفتوا هنايا، غادي نخلط المكونات اللي بقات ليا. بالنسبه للحليب هنا ما غادي تخلطوه حتى كتحسوا به برد، يعني ماشي برد، وانما كما شفتوا كندير صبعي كنحس انني كنقدر نستحمل الحراره ديالو، يعني ما تخليوش حتى يبرد كاع نهائيا، وما تخليوش ثاني يكون سخون بزاف. هنايا ملي درت صبعي حسيت بانه نقدر نستحمل الحراره ديالو، هزيت منه واحد شويه، غادي نخلطو مع دانون. وبالنسبه للماء اللي تيكون في دانون حاولوا ما امكن ما تحيدوش، خليو داك الماء اللي تيكون في دانون، لان حتى هو كيساعد فاش كيطيب الرايب ديالنا. كنخلط دانون مع داك شويه ديال الحليب اللي درت، وغادي نزيد لهم صاشيه ديال الفاني، وغنخلط جميع المكونات. وكما قلت لكم دائما الحليب خاص يكون باقي واحد شويه سخون، لان هاد المساله كتساعد في الرايب ديالكم يا رب، يعني ما يكونش ثاني الحليب بارد بزاف، لان ضروري خاص تكون شويه ديال الحراره، بما اننا ما غاديش نديروه لا في المسخون لا في طنجره الضغط، فضروري ديال شويه ديال الحراره تكون فيه باش كيساعدو باش انه يريب. بعد ما خلطت دانون ديالي مع الحليب وصاشي ديال الفاني كما شفتوا مزيان، دابا غادي نزيدو على الحليب ديالي، وغادي نخلط كل شيء مزيان كما غادي تشوفوا، يعني بهذه الطريقه باش ينسجموا جميع المكونات مع بعضياتهم. وغادي نجيب الكيسان ديالي باش نكب فيهم الرايب. دابا جبت الكيسان كما شفتوا غنكب فيهم الرايب ديالي كامل، تقريبا هاد الكميه ديال هاد الرايب كتعطيني تقريبا شي 7 ديال الكيسان، 7 ديال الكيسان كيخرجوا ليا في هاد الكميه. من بعد ما عمرت الكيسان ديالي كاملين كما شفتوا، هنا كنجيب السلوفان تنغطي به الكيسان. هنايا بالنسبه للسلوفان غادي نغطي كاس بكاس، يعني كل كاس بوحدو غادي نلوي عليه السلوفان مزيان، وغادي نحطو، يعني غادي نستمر هكا حتى نصايب الكيسان ديالي كاملين. بعد ما غلفت الكيسان ديالي كاملين كنجيب هاد الشبيكه كما كتشوفوا فين غنحط الرايب ديالي، يعني اي شبكه كاينه عندكم ديروها بحال هكا، غلفوها بشي منديل بحال هكا يكون رقيق ويكون شويه سخون. غادي نحط الكيسان ديالي كاملين، يعني نتوما ديروا شي شبيكه اللي تهز لكم كاع الكيسان ويبقاو مجموعين مزيان باش يسخنوا باش يريب دغيا. انا دابا غنستفهم كاملين كما كتشوفوا، وغادي نعاود نغلفهم من الفوق بالسلوفان باش كيسخنوا مزيان،
وغادي نغطيهم، ونغطيهم بهذا اللي درت لي الويت به الشبكه، وغادي نعاود نغطيهم بكشه واحده اخرى. وهنا من غادي تغطيهم بالكشه غتحطوهم غير في الكوزينه، يعني في اي بلاصه عندك في الكوزينه، وغادي تخليوهم تما، يعني ماشي ضروري تهزيهم تديهم شي بلاصه سخونه، غتحطوهم غير في شي بلاصه عندكم في الكوزينه تمايا، وتغطيوهم بالكشه ديالهم مزيان وتخليوهم. كما كتشوفوا هنا دابا من بعد 8 ديال السوايع، انا خليته 8 ديال السوايع، يعني خليو غير 8 ديال السوايع كيوجد ليكم، ماشي بشرط فوق 8 ديال السوايع، خصوصا الا كان الحال سخون ف 8 ديال السوايع كيوجد الرايب. انا هنا مباشره غنحلو معكم من بعد 8 ديال السوايع، انا درتو الصباح والعشيه غادي نوريه لكم. هنا غنحلو مباشره حداكم باش تشوفوا كيفاش كيجي. ف 8 ديال السوايع بالضبط اللي خليته باش غنحل عليه دابا، كما غتشوفوا معايا هانتوما كيجي رائع رائع وزوين، كيجي عاقد مزيان بدون ماء بدون طنجره الضغط، يعني غير هكا كتغطيوه مزيان. وكما قلت لكم ركزوا لي على الحليب انه يكون شويه سخون، ما يكونش بارد تماما، خاصو يكون شويه دافي، يعني حتى دافي ما خاصوش يكون دافي، خاصو يكون شويه فيه الحراره، غير ما يكونش طايب بزاف الحليب. هذا هو السبب باش كيخلي الرايب انه تيريب لكم دغيا وتيكون عاقد بهذه الطريقه كما كتشوفوا، وناجح 100%. كنتمنى فعلا تجربوه، وكيجي كذلك حتى في المذاق رائع، يعني بحال الرايب ديال المحلابات كيجي رائع رائع بزاف كما كتشوفوا معايا انتم كاملين حليتهم. المهم هذا هو الرايب ديالنا هنايا من بعد ما درته في الثلاجه برد ليا قدمته لكم، يعني حتى ملي كديروه كيبرد في الثلاجه فكيزيد يعقد اكثر وكيجي بارد وكيجي زوين بزاف في المذاق. المهم هذا هو لا فيديو ديالي ديال اليوم، كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم وتجربوا هذه الطريقه اللي عطيتكم ديال التحضير ديال الرايب، وبالضبط جربوها كما عطيتها لكم فان شاء الله غادي ينجح معكم. وما تنساوش كما تنقول لكم دائما في الاخر الفيديو لايك لايك لايك، واشتراك بالنسبه للناس اللي كيشوفوا القناه ديالي اول مره، وضغطوا على زر الجرس باش ان شاء الله توصلوا بكل جديد. وكما كتشوفوا هانتوما الرايب ديالنا كيفاش كيكون منين كنهزو بالمعلقه، هانتوما شتي كي داير، يعني كيبان بحال دانون، كيجي رائع والمذاق اروع، يعني المذاق كيكون رائع اكثر. المهم نتمنى تجربوا هذا الرايب، وما تبخلوش عليا بالتعليق ديالكم فتا هي كتهمني بزاف. وكنقول لكم سلامه حتى نتلاقى معكم ان شاء الله في فيديو جديد مره اخرى. السلام عليكم.